مهندس محمد بقى دلوقتي لو حد بيسمعنا وبيقول ايوه انا هعمل عربيتي كده ازاي، يعني هحولها لغاز طبيعي ازاي وفين اعمل ايه اتصرف ازاي؟ احنا عندنا مراكز تحويل على مستوى الجمهورية، يعني بيبقى مالك السيارة بيقدر ان هو يتوجه لأحد المراكز ديت وبيقدر ان هو يفحص عربيته. بنقدر نقوم بعملية فحص فني، الفحص الفني ده بينتج عنه يعني حالة فنية للمحرك نقدر نحكم عليها والحالة العامة للسيارة، وبناء عليه بنحدد نوع مجموعة التحويل المفروض انها، لان طبعا حضرتك عارفة في تطور حصل في المحركات او حصل تطور في السيارات، فاحنا عندنا المجموعات التحويل المناسبة لكل سيارة. وبعد ما بنعمله الفحص وبنحدد نوع مجموعة التحويل المفروض ان احنا نركبها، بنبتدي يعمل اجراءات التعاقد المالية، وبعد كده بتبتدي عملية التحويل. ببساطة في خلال 4 ساعات، من 3 لـ4 ساعات بالكتير جدا بيكون العربية شغالة بالغاز والبنزين، عشان المعلومة دي مهمة ان احنا نوضحها للناس. احنا ما بنلغيش البنزين، بالظبط، احنا دي نقطة مهمة. بنضيف بعض المكونات اللي بتتيح للعربية انها تشتغل بوقود اخر بجانب الوقود الاصلي بتاعها. تمام، فاذا يعني انا محدش يقلق يقول انه المحطة اللي بتاعت الغاز الطبيعي بعيدة او في مكان معين فانا كده كل يوم لازم اخد المشوار ده، لا هو ممكن لو ما فيش وقت بالظبط عادي بالظبط العربية عادي تشتغل جدا. بالبنزين من المحطة اللي جنب هي بيته واقعين عادي. يا فندم، العربيات الحديثة كلها اللي احنا بنشتغل فيها حاليا هي اصلا بتدور في الاول هي بنزين اوتوماتيك، ايوه وبتسويتش او بتقلب على الغاز لوحدها بعد ما امشي بالعربية. فهي يعني ولو بس انتوا الغاز بتعملوا الآلية دي. هي ده في الكمبيوتر بتاع العربية نفسه، يعني احنا بنعمل الكلام ده في برمجة الكمبيوتر في بتاع برمجة الغاز الكمبيوتر بالظبط كده، بانها تشتغل الاول بنزين تمشي العربية. بتنزلوا برنامج يعني طبعا بنزل برنامج بالكمبيوتر، العربيات كلها وبتتحول بتتظبط لوحدها. بالكمبيوتر دلوقتي. طيب محتاج حاجة اوراق، محتاج يعني اي طبعا حد بيطلب ده كده لا، بيبقى في بعض بيتم الاوراق التنفيذ. اللي هي بتبقى مطلوبه، صوره الرخصه، صوره البطاقه الشخصيه، بيبقى في كذا انظمه، في تعاقد عن طريق الكاش، إجراءات سهلة يعني، في عندنا اجراءات التقسيط، يعني في عندنا على حسب الاجراءات بتطلب إجراءات الاوراق. التقسيط.